like a Hellcat. خوت مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم ونعاود لكم كيفاش تبدات علاقه السارة والعداوه ما بين المقاتل الروسي حبيب نورماغوميدوف والمقاتل الايرلندي كونور ماغريغور النوتوريوس كونور ماغريغور. دونك حبيب هو بطل العالم حاليا في الوزن الخفيف وكيتعتبر من احسن المقاتلين في العالم، وكونور ماغريغور حتى هو تيتعتبر من احسن المقاتلين في العالم. قبل ما تبدا هذه العلاقه ديال السارة بيناتهم حبيب وكونور، نقدر نقولوا بلي كانوا اصدقاء، وحبيب كان من اكثر المعجبين ديال كونور. كيف ما غادي تشوفوا في هذه الصور هنايا، في هذه الليله بالضبط حبيب كان حضر النزال ديال كونور اللي كان غلب فيه كونور بالضربه القاضيه. من بعد حبيب تلاقى بها مع كونور وطلب منه باش ياخذ معاه التصويره ويعطيه التيشيرت ديالو مسيني له فيه كونور. دونك نقدر نقولوا بلي كونور كان فان ديال حبيب في الاول. من بعد هذا الشيء كونور كان غلب خوسي الدو وتم التصعيد ديالو للوزن المقابل اللي هو الوزن الخفيف فاش كان كيلعب حبيب. من هنا غادي تبدا هذه المناورات بيناتهم هذه الصراعات. حبيب كان غلب في واحد النزال ديالو، ومن بعد عيط على كونور وقال ليه انت يا غير دجاجه بغيت نلعب معاك وغادي تكون اسهل خصم بالنسبه ليا واسهل خصم في هذه المجموعه. كونور ما داش في هذا الكلام اللي قال حبيب وما ردش عليه. واحد الصديق ديال كونور كان مصرح في واحد الصريح بلي كونور حسن من حبيب، وبلي حبيب كيلغي النزالات وعلى حتى شي سبب غير خادش غير تيكونوا في لونترينمون ضربات وشي ضربات صغيره كيلغي النزالات، وقال له انت غير خواف جبان. دونك حبيب وصلوا هذا الخبر. من بعدها كان تلاقى بهذا الصديق ديال كونور في لوطيل وكان مضربو بطرش على راسه اللي مازال عاقل. وهذا الفيديو انتشر بزاف، وصل كونور جمع صحابه ومشاو من في طائره خاصه، كان نشوف طائره خاصه من ايرلندا لنيويورك. فاش مشاو هجم على البلاصه اللي كيتجمعوا فيها المقاتلين داخل اليو اف سي، كان خرج حبيب مع شحال المقاتلين كانوا خارجين في الباص ديالهم كانوا راجعين لوطيل. كونور هز واحد الحديده وهو يضرب بها الحافله اللي كان فيها حبيب. هاد الضربه اللي كانت بسببها كانت لغى شحال من نزال بحال النزال ديال بيتيز مع مايكل، كان تضرب مايكل بزاف في جبهته وفي عينيه، وجوج نزالات اخرين كانوا تلغاو بالاضافه. بدات العداوه ديال بصح ما بيناتهم. كونور حبيب ما بقاش كيحمل كونور نهائيا. من بعد هذا الشيء البوليس كانوا كيقلبوا على كونور ومنعوا عليه باش يخرج الولايات المتحده الامريكيه حتى يسلم راسو. قام سلم راسو، حكموا عليه باش يخلص 50,000 دولار اللي هي 50 مليون مغربيه، وبلي منعوا عليه يخرج حاليا الولايات المتحده الامريكيه وطلقوه غير بالسراح المؤقت. فهاد الوقت اللي كان كونور طالع في المحاكم هابط، حبيب كان غلب الكوينتا وكان ولا هو بطل الوزن الخفيف، وكونور كان تم التجريد ديالو من اللقب ومن الحزام ديالو. هادشي كان جبد على راسو غير الصداع. ومن بعد هادشي سخط دانا وايت الرئيس اليو اف سي على كونور بالمزيان، واخا هما صحاب ولكن ما عجبوش هادشي اللي دار واستنكر هاد العمل اللي دار، وقال ماشي هادي هي زعما الحوايج كيكونوا في المقاتلين عندي انا. دونك ما عجبوش الحال دانا وايت بالمزيان. من بعد هادشي كامل تم اجراء ديال المقابله ما بين كونور وحبيب في 2018 اللي كتعتبر من احسن نزالات في التاريخ، والنزالات اللي كانت عندهم واحد الشهرة عالمية شحال واحد كان كيتسنى. من بعد هاد النزال كان غلب فيه حبيب، كان غلب فيه كونور بالإخضاع، كان غلب فيه بالإخضاع استسلم كونور. من بعد نقز حبيب على الجمهور على التيم ديال كونور، كان نقز عليهم حبيب باش كمل ونط المضاربة ديال بصح، وعاود دخل التيم ديال حبيب لعند كونور الاوكتاغون وضربوه في راسو كيف ما غادي تشوفوا في هاد لا فيديو. دونك من هنا يبدا هاد الشيء كامل، القصه ديال النزاع ديالهم. ودابا حتى لدابا مازال مستمره، وكونور ماغريغور راه هو وحبيب تيضربوا في تويتر وكل واحد يكتب الاخر شي حاجه. وهادي كونور قال ليه بلي انت ما كتعرفش تقاتل، انت غير مصارع كتنقز غير على الرجلين، ماشي مقاتل، انت عندك حاجه واحده كتدخل كتقبط المقاتل الاخر في رجليه طيحوا للارض وصافي.
او الصراحه المهم شحال من حاجه كاينه. دونك نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم، ما بغيتش نطول عليكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. الله يعاونكم.